السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى كلنا نفسنا يكون أطفالنا عبقرة. طيب بدء ذي بدء عشان نكون واقعيين، ايه الأطعمة اللي المفروض الحامل تتناولها عشان تنجب طفل عبقري؟ هذه الجزئية لازم نكون عارفين ان عندي نوعين من السعي وراء انجاب طفل عبقري. نوع تقدري انت تتحكمي فيه وهو الطعام او التغذية، نوع تاني هتسعي ما تسعي ولكن هذا قدر الله، اللي هو ايه؟ الجينات. يعني ممكن يكون في جين الذكاء متوارث من الآباء والأجداد والأمهات الأعمام الأخوال، كل دول ممكن يورثوا جين الذكاء، فده شق قدري بتاع ربنا سبحانه وتعالى، كله طبعا بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن خلينا نتفق ان احنا بنسعى لإنجاب طفل عبقري إن إحنا نركز على الأطعمة اللي بتشتغل على نمو الدماغ بشكل سليم، والقدرة العقلية تكون عند الجنين مرتفعة. هقول لكم على حاجة، لو في طفل يعني واخد جين بيسمح له إن هو يكون ذكي ولكن الأم ما اهتمتش بالتغذية، للأسف هذا الجين مش هيظهر. ليه؟ لأن هي أصلا كمان ما دعمتش هذا الطفل اللي هو اصلا كان يفترض انه هيتولد ذكي، لكن بسبب سوء التغذية بتاعها ادى الى ولادة طفل ايه؟ غير قادر على اكتساب المعرفة، وممكن يكون طفل معاق ذهنيا بسبب حاجات كتيرة جدا تتعلق بالتغذية والسلوكيات الخاطئة. طيب اول حاجة في عالم التغذية، الحاجة الاشهر عشان الطفل يطلع ذكي هو الأوميجا 3. طبعا بنجري على المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الأوميجا 3، أنا بحذركم إن أنتوا تاخدوها بدون إشراف طبي لأنها ممكن تتعارض مع بعض الأدوية لبعض الحالات. الأوميجا 3 تعمل سيولة في الدم، في ممكن واحدة تكون عرضة لأنها يكون عندها سرعة نزيف فتاخد الأوميجا 3 بكمية عن طريق المكمل الغذائي ده يخليها تتعرض لا قدر الله للنزيف أثناء الحمل. وممكن نزود من الأوميجا 3 نلاقي إنها بتتعارض مع بعض الأدوية التانية اللي الطبيب بيكتبها لبعض الحالات عن حالات معينة، فلذلك المكملات الغذائية بوجه عام خليها تحت إشراف الطبيب. طيب لكن أكل ربنا سبحانه وتعالى مفيش منه نفس المخاطر اللي ممكن تيجي من المكملات الغذائية ده، لأن المكملات الغذائية بتبقى جرعات عالية جدا في كبسولة صغيرة. طيب الأوميجا 3 هنلاقيها في أكل كتير جدا زي المكسرات، السلمون، السردين. الأكلتين دول السلمون أو السردين، خلينا في السردين بلاش السلمون، خلينا في السردين أحن شوية في السعر، لكن شرط بس إن احنا ما ناكلش هذه الأنواع من الأسماك زي السلمون أو السردين بالذات، ما ناكلهاش في صورة إنها تكون مملحة، يعني زي السردين المخلل او السردين المملح او السلمون المدخن. ليه؟ لان سواء كان سلمون مدخن او سردين مملح كده السردين عباره عن لحم غير مطهي جيدا، واللحوم غير المطهيه جيدا هي اذى 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 للحامل وللجنين. فيبقى السلمون او السردين ووجبه السمك مره واحده في الاسبوع تكفي، سواء كان حتى لو مش قادرين نحصل على السمك او السلمون، سواء عفوا السردين او السلمون، ممكن نحصل على اي نوع من الاسماك وجبه واحده في الاسبوع تكفي، بحد اقصى وجبتين مش اكتر من كده. دي بتضمن ان الطفل يحصل على ما يكفيه من الاوميجا 3 اللي بتخلي القدرات العقليه والذكاء عند الجنين تعلى قوي. البيض، البيض بعض يعني اخواتنا وبناتنا الحلوين ما بيحبوش ياكلوا البيض، ممكن يكونوا قرفانين من البيض. البيض من حلاوته انه ممكن يكون متخفي في كذا طريقة، في كذا طريقة. البيض موجود في حياتنا كلها،
يعني لو جبتي بسكوت هتلاقي من مكوناته البيض، كيك من مكوناته البيض، حاجات كتيرة جدا داخل فيها البيض. فالبيض تناوليه في فترة الحمل، ولكن مهم جدا ان هو يكون مطهي جيدا، يعني بلاش سكة المايونيز والكلام ده، لان البيض غني بالكولين، والكولين دي مادة مهمة جدا لنمو دماغ الجنين، مادة مهمة جدا لنمو دماغ الجنين، فاهتموا بتناول البيض لضمان عبقرية الجنين وعبقرية أطفالكم، طفل المستقبل إن شاء الله. عارف إن الجاية دي ممكن تكون غالية شوية عند بعض الأخوات، ولكن هنقول بعد منها برضو حاجات يمكن شوية رخيصة بإذنك يا رب. التوت، التوت موصوف لذكاء الجنين. التوت فيه حاجات كتيرة جدا بتضمن نمو لخلايا مخ الجنين بشكل فعال. هو غالي شوية، ولكن في بعض البلدان ممكن يكون التوت مش غالي زي مثلا جمهورية مصر العربية. فلذلك اللي بيسمعونا من دول التوت فيها رخيص، تناول التوت في فترة الحمل هيبقى حاجة داعمة لنمو خلايا المخ عند الجنين. نيجي بقى الحاجات السهلة والجميلة والرخيصة، السبانخ واللفت. اللفت ده مفيش أرخص منه. اللفت والسبانخ من الحاجات اللي بتدعم مخ الجنين وبتدعم نمو الذكاء عند الجنين بشكل فعال جدا، وما هياش غالية زي التوت مثلا أو زي المكسرات، لأن المكسرات برضو من ضمن الحاجات اللي بترفع ذكاء الجنين، ولكن مش بنكتر من المكسرات، هي حفنة قد حفنة اليد مش أكتر من كده. هذا ما يكفي لتعزيز نمو الدماغ عند الجنين ونمو ذكائه وزيادة الذكاء. طيب الألبان، لما بنيجي نتكلم عن الألبان بنقول كالسيوم. الكالسيوم مش هنا مش عشان عظام الجنين فقط، هو مهم جدا لنمو عظام الجنين، ولكن الكالسيوم مهم للوظائف العقلية لدى الجنين، وده حاجة يمكن مش كتير حد يعرفها، إن الكالسيوم مهم كمان للوظائف العقلية للإنسان والوظائف العقلية للجنين. طيب دي يعني مختصر كده، لو حبيتوا تاكلوا أكل بيجعل الجنين عبقري، طفل عبقري. وطبعا بأكد تاني، مفيش حاجة اسمها طعام سحري، ولكن في إن احنا بنسعى عشان نضمن إن الطفل ما يبقاش عنده نقص في بعض العناصر تؤدي إلى مشاكل في المعرفة، مشاكل في دماغ الجنين. هقول لكم شوية نصائح نختم بيها حلقة النهاردة. هذه النصائح في غاية الأهمية وفي غاية البساطة، تقدري يعني تعمليها بسهولة. حاجة من ضمن الحاجات اللي بتضمن إن الجنين ده يطلع معرفيا قوي جدا، هو إنك تتكلمي مع الجنين بداية من الشهر السابع على الأقل، وتتكلمي معاه كل يوم. دي حاجة بتزود إدراك هذا الجنين أو هذا الطفل في المستقبل، هيكون عنده قدرة على اكتساب المعرفة أكبر وأكتر من أي طفل تاني. اتكلمي مع جنينك يوميا، نامي كويس جدا. النوم مهم جدا جدا، خاصة فترة الليل، لأن دي أكتر فترة الجنين بيوصله التغذية فيها، ولما حضرتك ما تناميش أنت بتقسميه في التغذية دي، فالتغذية بدل ما كانت هتوصله لوحده، هيوصله كمية من الدم والأكسجين تدعم مخه وتدعم نموه ونمو أعضائه ونمو خلاياه كلها، أنت بتقسميه لما بتيجي تسهري. فنامي ونامي وخدي قسط كافي من النوم، دي حاجة مهمة جدا لنمو الجنين بشكل سليم وشكل صحي. بلاش كافيين، الكافيين القهوة الشاي النسكافيه البيبسي، بلاش كتر منها، حاجة بسيطة يعني من نفسكم، وبلاش تدخين ولا كحوليات كده. بالحاجات دي نقدر ان احنا نضمن بإذن الله تعالى الشق الذي يخصك، اللي هو انك تضمني تغذيتك انت. اما الشق التاني فهو حاجة قدرية، وطبعا زي ما قلنا ان كله بإيد الله سبحانه وتعالى، ولكن ده اللي ربنا اداكي حرية الاختيار فيها، انك تاكلي كويس وتاكلي صح. اهتمي بالتغذية، هتلاقي طفلك بإذنك يا رب، وربنا ما بيضيعش مجهود حد، حتى لو كان حاجة بسيطة وأسعار بسيطة أو يعني منتجات بسيطة، ولكن بنية إن ربنا يعطيك طفل عبقري، هيعطيك إن شاء الله ربنا طفل عبقري بإذن الله تعالى. بشكرك شكرا جزيلا، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.